السلام عليكم للمرة الثانية. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وهذه المرة إلى مطلع شهر نيسان المقبل لغرض التدقيق والحين لحسم شرعية الجلسة الجدلية. يبدو أن السباق نحو كرسي الرئاسة يمضي بالتوازي مع استمرار الخلافات التي لم تتوقف في ظل عدم اتفاق القوى السنية حول شخصية واحدة ترضي بقية الأطراف، فيما كشفت الحوارات واللقاءات بين القوى خلال الفترة الماضية عن وجود تيارين داخل الإطار التنسيقي، الأول يدعم إسناد المنصب لتحالف السيادة المتمسك بمرشحه سالم العيساوي، والآخر تقدم الذي طوى صفحة شعلان الكريم بترشيح شخصيات بديلة. تقول التسريبات أنهم أحمد مظهر وعبد الكريم عبطان وزياد الجنابي، هذا في حال ألغت المحكمة جلسة الانتخابات الماضية، وهو ما تتوقعه أغلب الكتل السياسية. لكن ماذا لو خالفت الاتحادية هذه التوقعات وأعطت الشرعية للجلسة؟ هل يصار إلى جولة ثانية من التصويت بنفس المرشحين؟ وما هو شكل الإجراءات التي ستوضع فيها الكتل سواء ذات الاستحقاق السياسي السني أو الشيعي؟ من بيدها مفاتيح الحسم؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيوفي الشيخ إبراهيم الدليمي السياسي المستقل والنائب عقيل الفتلاوي المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، والأستاذ مهند الراوي الباحث في الشأن السياسي من أربيل. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله شكرا جزيلا. حياك الله أستاذ مهند. جلسة تأجلت، تأجلت الجلسة، بعدكم جاي في الحوارات الداخلية، يعني لو هاي الجلسة هي معطلة كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية كبيرة وكريمة لجنابك الكريم وسيادة النائب الأخ الكريم والعزيز أستاذ عقيل والأخ مهند الراوي والمشاهدين الكرام. هاي بها شقين أستاذ محمد، هنا نتوقف على ما سوف تقول يعني تقرر به المحكمة الاتحادية. عندنا يعني حالتين ما ممكن تصير بها ثالث. إذا لغت الجلسة فأنا أقول لك الكتل السنية متفقة على اسمين أو ثلاثة بشكل عام، لكن إذا كل الكتل السنية؟ أي نعم، لكن إذا ما اتفقوا يعني المحكمة الاتحادية قالت الجلسة تعتبر قائمة، والإضافة وفق المادة يمكن 119 اللي أضافها رئيس المجلس بالإنابة اللي هي جلسة تقسيم رئيس مجلس النواب واختيار رئيس مجلس النواب، لا تضاف لها لا مواد ولا فقرات ولا بنود خاصة بها ولا ترفع. زين، هاي حسب ما قرأت أنا بالدستور. هنا أنا صارت بها رفع، ممكن المحكمة الاتحادية تلجأ تقول أنه الإضافات الصارت تعتبر مو دستورية وممكن الجلسة تعتبر مفتوحة. من الشخصيات سالم العيساوي راح يكون المنصب من صالح الأخ سالم العيساوي. لا قلت أنه متفقين على ثلاث شخصيات لو شخصيتين، يعني شخصيتين ثلاثة. من هما؟ ما يصير ها؟ ما يعني ما ممكن، بس هي انا اقول لك خلينا ندور بين كذا، قالهم فيديوهات قديمه شغلات حتى نبثهم. لا ذولا اثنين منهم الشيوخ، واحد من بغداد واحد خلينا نقول جنوب بغداد، مستحيل عندهم لا فيديوهات ولا بالتلفزيون ولا ما عندهم منا مترحمينهم على واحد 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 قلنا خاب الجمعه ما يقبلون، اكو واحد علماني 100% زين. بس بشكل عام استاذ محمد اليوم أنا كسياسي يمكن السيد النائب والضيف وحضرتك والمشاهدين يشاركون الرأي، التأجيل إلى 1/4 هاي أعتقد رسالة مهمة جدا من المحكمة الاتحادية. يا كتل سياسية اتفقوا، لأن المحكمة الاتحادية أيضا هي عندها تفسيرات سياسية، هي هم تبع للوضع السياسي العام، هي مو يعني منفرد عن الكتل السياسية. إذا تراقب وتطلع وشوف الخلافات السياسية اللي صارت بين خلينا نقول الحكومة العراقية المركز كل أطيافه وبين الإقليم بموضوع الرواتب، بس دخلت سياسياً وقالت بس ينفع الاتفاق إذا يعني حتى الاتفاق بين الكتل السياسية ينفع بوجود دعوة؟ يعني تقول انه المحكمة يعني تتفسرها بانه رسائل سياسية للكتل السياسية حتى اذا اتفقت الان،
بوجود دعوه عند المحكمه الاتحاديه ما راح تمشي لهم. ممكن تثبت فيها، لانه اي محكمه ما ممكن اي محكمه تقدم لها اليوم طلب دعوه وتسوي لك اول موعد وتيجي تثبت فيها، ما صايره بتاريخ العراق زيح. بس هاي بدها تعطي رسائل، يعني عندنا مثلا يدرس استاذ عقيل، عندنا تفاهمات مثلا مع دوله القانون، عندنا مع الحكمه، عندنا مع صادقون، عندنا مع يعني اغلب مع الحاجات العامري، عندنا اتفاقات الان ويمكن السيد النائب يدري بها انه نصعد مرشحين اذا لغى القرار، ومرشحين ما عليهم شوائب ويعرضون على الاطار ويوافقون عليهم يا الله يصعدون، هذا اذا لغت هذا الاتفاق هسه مع احنا يعني الكتل السنيه مع كافه قوى الاطار. يجوز اكو يعني شخصيه قالت لا، هسه الكتل السنيه يعني وصلوا الى راي واحد، واصلين الى راي واحد ومتفقين. اعتقد الاجتماع اللي صار قبل حوالي 16-17 يوم قبل اجتماع تحالف إدارة الدولة صار اتفاق به، بس مو مرشح واحد، لا مرشح واحد ليش؟ يعني تدري تقدم عنده 44، وعلى حد علمي يمكن اكو هسه كذا نائب سحبوا بس ما اعلنوا، اكو منهم هم راح يسحبون، ما راح تبقى تقدم هي الغالبية المطلقة للكتل السنية. تمام. عندك حسم وعندك السيادة، فهذول اذا اجتمعوا راح يسوون اغلبية. تمام استاذ عقيل، شلون شفت قرار المحكمة؟ يعني مو تعطيل لو ماشي الامور بالسيد المندلاوي والامور كل زينه عليهم؟ مو ارحب بجنابك وبضيفيك الكريمين الاستاذ العزيز الشيخ ابراهيم. شكرا حبيبي اخ نبيل. يعني بصراحه مع ان الوضع بالنسبه لنا احنا كمكون شيعي ما مأثر علينا الموضوع، يعني الرئيس رئيسنا يقولون والبرلمان برلماننا، لكن هذا بداخل انفسنا مو صحيح انه البرلمان العراقي يعني يبقى بدون رئيس. يعني كلمه الرئيس بالانابه وان كانت غير مؤثره بالواقع العام على شكل الجلسات على طبيعه العمل بالجلسات، لكن البرلمان ما تشعر به برلمان حقيقي في كل مفاصل الدوله العراقيه. اليوم التوافق السياسي ووجود المكونات لا سيما على المستوى الاتحادي هو امر مهم جدا. يعني احنا وين كنا ما متاثرين كبرلمان وماشيه الامور واللجان دا تشتغل والجلسات ماشيه وصلنا لمرحله ايضا نستجوب وهذه، بس مع ذلك اكو عدم ارتياح لدى كل النواب بانه الامور يجب ان تسير على نصابها بان ينتخب رئيس البرلمان، اكو حاله منقوصه، هذا الشعور موجود عندنا بداخلنا. يعني انا ما اسميه مازق وانما المشكله اللي يعني الان هي موجوده كان يمكن تداركها قبل ذلك. الان الاخوه يعني في تقدم، لو هم ماخذين طبيعه المرشح لكل المكونات لكل عفوا الكتل السياسيه الشيعيه ومتفقين معاها كان مضى المرشح مالك. قصدك مقبوليته. اي بس هم عارضين على هواي كتل حقق 152 صوت، يعني مو شيء عادي. على ماذا عولوا؟ على هذا الرقم اللي هم كانوا محتملين الوصول اليه، اللي بدا من طبيعه الكتل وموافقات بعض الكتل الشيعيه، وكذلك على الفضاء وطبيعه علاقات نواب تقدم والسيد الحلبوسي بشكل خاص مع كثير من النواب، في تصور منهم بانهم راح يوصلون الى الرقم اللي حقق فوز سيد شعلان الكريم. زين. ما تحقق فوز شعلان الكريم بسبب اعتراض يعني جهة سياسية أو جهتين سياسيتين من داخل المكون الشيعي. هذا الأمر رجعنا إلى مربعات أخرى وهي محتاجين قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة، وكأنه إحنا اليوم ما معولين حتى تسير الأمور بنصابها الاعتيادي إلا على قرار إلغاء الجلسة. قرار إلغاء الجلسة هذا خاص من المحكمة الاتحادية. يعني جناب الشيخ يقول أنه الأمر مناط او يعني بسبب توافق سياسي او كذا والمحكمة تضر، احنا نباوع على غير شيء. احنا نشوف المحكمة الاتحادية عندها نصوص، عندها يعني قرائن تعتمد عليها فتطلق الامر بدون الرجوع الى الوضع السياسي والى المداراة السياسية. اذا الغت الجلسة ايش راح يصير؟ واذا ما الغت الجلسة ايش راح يصير؟ الغاء الجلسة هو بداية الحل. يعني الان بدأ حزب تقدم برئاسة السيد الحلبوسي يعرض الامور على كل المكونات على كل الكتل الشيعيه بنيابه، انتم واحد من اثنين، اما نعطيكم اسماء شوفوا ياها الافضل حتى تنتخبوا، او انتم اقترحوا علينا اسماء، لان هم اخوتنا اللي موجودين برلمان نعرفهم واحد واحد. زين. فهذا الموضوع لو مشتغلين به قبل قضاء الجلسه، جلسه الانتخاب،
لكان حلت الامور صراحه ولكان مضى الرئيس. الان هذا ما راح يصير، هذا ما راح يصير اذا مو تلغى الجلسه. الان احنا امام عائق اسمه هو الغاء الجلسه حتى تسير الامور بالاتجاه. اذا ما الغيت الجلسه لم تلغى هاي الما مو زائده يعني قصدي اذا لم تلغى الجلسه فاذا بالنتيجه ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير مضطرين ان نعيد مره اخرى انتخاب المرشحين نفسهم او حاله واحده او ينسحب كل المرشحين الموجودين وترجعون من جديد. نرجع من جديد في حاله انسحاب ممكن يصار الى قبول ترشيح مرشحين اخر. وهذا ما راح يصير طبعا، هذا ما راح يصير يعني لأنه حتى اللي يعني سالم العيساوي راح يصير فرصتك جدا كبيره. سالم العيساوي احتمال على اصل اتفاق سياسي ينسحب لكن عندنا مرشح احد المرشحين شيعي استاذ عبد الجبار عامر عبد الجبار. عامر عبد الجبار يقول لك ما انسحب انا، هذا الرجال عنده رؤيه، انا بالنسبه لي مو مؤمن بقضيه التقسيم ولا بقضيه والله بطل هو يعجبني بافكاره وسؤاله ما انسحب. شو يسوون سووا اخو ما نخلي رئيس برلمان انسحب لا واذا انسحبوا الباقيين حتى لو حصل صوت واحد يصعد اي ربما احتمال يعني يمكن الاخ ابو هارون ربما يصعد اللي هو يعني فبالنتيجه ايش يصير عندنا؟ يصير عندنا الان يعني إما تفاهمات على أصل الموجودين الآن بالوقت الحاضر زين أو لا ننتظر قرار جلسة المحكمة الاتحادية، وإذا قضى بأنه الجلسة يعني غير دستورية أو مو صحيحة أنه بذيك الأمور راح يصير حلولها أسهل. الآن إحنا الأمور تمضي باتجاه نفس المرشحين. شنو اللي وصلكم إلى شنو اللي وصلكم إلى هذا المأزق؟ هو يعني بالنسبة إن إحنا يعني كشيعة مو مأزق زين، إحنا كذلك في يوم يعني حتى نعطي الثقة لرئيس الوزراء أيضا ما كان بالنسبة لهم مأزق ولو إن قضية رئيس الوزراء هناك فراغ يعني ليس مثل الآن مثل مجلس النواب. مجلس النواب الآن ماشي كمؤسسة ماشي زين، ولكن هو الرئيس الحقيقي وفقا للاتفاقات الدستورية أو اتفاقات هي عرفية بالحقيقة ولكن هي توازنات. هذا ما موجود، يفترض أن يكون رئيس للبرلمان. سال عقيل يعني شعلان الكريم مرفوض رئيس للبرلمان بعد خلاص انتهت ورقته بعد ما بيرجع صح؟ بالنسبة لهم المرفوض، بالنسبة لكم كدولة قانون نعم. بالنسبة لكم كدولة قانون موقفكم واضح من البداية، واضح وبالجلسة كان واضح نعم. زين، يرفض شعلان الكريم كرئيس برلمان ولا يرفض كنائب بأي قانون؟ احنا بالبداية يعني عملية رفض السيد شعلان الكريم لم تأتي للأسباب اللي يعني وضعت وطرحت فيما بعد. أصل رفضنا لأنه عندنا مرشح قباله زين، ما طرحنا هذا الموضوع يعني احنا وسولفنا به واشتكينا بالمحكمه، ما عندنا استهداف لشخص معين خلي غيرنا هو اللي يشتغل هذا الشغل. احنا عندنا مرشح مركزين عليه زين وهو الدكتور المشهداني، وهذا التركيز هو اللي يعني صراحه وفتره الانتخاب هم كانت قليله، فلذلك يعني احنا مو مسؤولين كدوله قانون ان نحاسب انه ليش صار نائب وليش سمحتوا له بالترشيح زين. أصل رفضنا بتفاوت القناعات، شفنا السيد المشهداني هو أفضل تمام، بس ما قدرت تقنعون الإطار وأنتم عندكم بسراء المالكي اللي يوصف بأنه هو حجر الزاوية بالنسبة للسياسة نعم، خصوصا بكثرة السياسية الشيعية، وهسه كل شغلة تصير يقولون المالكي وراه نعم. زين، ما قدرت تقنعون الإطار يعني بانتخاب المشهداني؟ بصراحة بالحسابات الاعتيادية لحد الساعة 11 صباحا احنا في اجتماع كنا ككتلة مع السيد المالكي، كانوا بعض كتل الإطار متوجهين بانتخاب السيد المشهداني. وتغيرت؟ ولكن ما الذي حصل لا أدري، كيف تغيرت الأمور لا أدري، لأنه حتى يعني احنا كنواب كأنا بحكم كوني كناطق رسمي ما سألنا السيد المالكي، قال له الكتلة الفلانية نعم راح تنتخب والكتلة الفلانية راح تنتخب والامور مرتبة. ما تسميهن؟ لا يعني ما معروفات انها ما ارادت التسمية. وبالنتيجة لما اجينا احنا فوجئنا مفاجأة كبيرة بالرقم صراحة. لأنه ما اعرف بس احنا هذا الموضوع عفى عليه الدهر بعد، احنا ما نقدر نعيد ونسولف بالامر. زين. اي فلذلك هذه يعني انه السيد المالكي خطواته واضحة باتجاه قناعاته. حتى طبعا. لو كان هو وحده فقط وكتلته ينتخبون الشخص الذي هو يقتنع بانه هو الافضل
يذهب باتجاه هو الحرب. هذا اللي صار. يعني السيد المالكي لا يحيد بالقناعات، وقناعاته مبنية على أساس المصلحة العامة، من هو الأفضل؟ هو رأى السيد المشهداني هو الأفضل، رغم أنه إحنا كنواب يعني علاقاتنا أكثر لربما بمرشح آخر. يعني تدري أنت مثلا أنت كنائب داخل البرلمان، يعني أنا داخل البرلمان علاقتي بيه من تصير قوية بالسيد المشهداني وصير بسالم العيساوي. قطعا بسالم العيساوي، لأن السيد سالم العيساوي يعني بعمرنا وشاب ونسولف ونضحك. دكتور المشهداني له كارزما خاصة، بس إحنا تدري بعد توجيه الكتلة ورئيس الكتلة بهذا الاتجاه مقنعنا، يعني مو باعتباراته الاعتيادية، وإنما هو أقنعنا بأنه السيد المشهداني لهذه الاعتبارات هو أفضل من أن يكون رئيسا لمجلس النواب العراقي. تمام أستاذ مهند، يعني هي خلصت بعد مرحلة راحت. أستاذ مهند، تأجيل الجلسة بهذه الطريقة يعني شلون تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ضيفيك الكريمين، السيد الأستاذ السيد النائب عقيل السكلاوي والشيخ إبراهيم، ولقناتكم الكريمة ولمشاهديكم. شكرا. يعني أولا أنا من المتوقع أن المحكمة الاتحادية تعطي استمهال أكثر من جلسة وجلستين، تأجيل وتأجيلين أكثر، لإعطاء فرصة للكتل السياسية السنية حتى يتم التوافق على مرشح أو مرشحين، وهي كانت واضحة رسائلها من اليوم الأول عندما طلبوا بعض النواب من كتلة التقدم أمر الولائي، إصدار أمر ولائي، لكن المحكمة الاتحادية ذهبت بقرار وقالت امضوا بعملكم، وهي رسالة واضحة لمجلس النواب، امضوا بانتخاب رئيس مجلس النواب، لا عارضة قانوني، لكن هي تسعى إلى المحكمة الاتحادية إلى أن يعني تذهب بقرارات حتى لا تكون يعني تصطدم بجهة أو تحسب على جهة، قراراتها مدروسة وتحسب حساب كل صغيرة وكبيرة. المحكمة الاتحادية لها رؤيتها، و مثل ما تفضل السيد النائب أن المحكمة الاتحادية لا تنظر للقضايا السياسية بشكل كبير، هي تأخذ لنصوص دستورية ونصوص قانونية إذا ما كانت الجلسة طبعا حقيقية فيها خروقات قانونية واضح. بس أنا هسه من الكلام الكلام استشفيت أنه يعني تقدم هو صاحب الحظوة إذا ما ألغيت الجلسة، لأن اتفاقات جديدة، وضع جديد، أمرونا أكثر، تعالوا اختاروا، يا إما تختارون من عندنا وإحنا نقبل، يا إما إحنا نرشح لكم وانتوا تقبلون. يعني هاي التأجيلات من مصلحة تقدم. طبعا هو أنا يعني خليني بس أتكلم بعدين أجيك على هذا سؤالك، طبعا السؤال بالموضوع. طبعا هو أصلا أنا أتفق مع السيد النائب عندما قال كان على الأولى على تقدم أن تمضي بمرشح لا يكون جدلي، وأنا في أكثر من مرة وفي أول يوم كانت الانتخاب قلت أن تقدم كانت تذهب إلى مجيء شخصيات جدلية لإرباك المشهد السياسي. إذا تتذكر هي كانت بعد إقالة الحلبوسي ب 14-11 بعدها شهر كامل مجلس النواب متعطل بدون رئيس مجلس النواب، وعقد وطلبوا جلسة طارئة حتى ينتخبون، زين شنو مصلحتهم وبعدين رجعوا طلبوا تأجيل. تمام أستاذ مهند، شنو مصلحتهم سيد النائب يعني اليوم هم أصلا طرحوا هيش الشخصيات، هي أصلا عليها لغط وعليها جدل واضح، بس ليش شنو مصلحة تقدم؟ مع كل احترامنا لشخص السيد شعلان الكبير، تمام شنو مصلحة تقدم؟ إذا ما كانت الفيديوهات حقيقية سيد الكريم، إذا ما كانت الفيديوهات حقيقية والرجل مترحم على الرئيس الراحل صدام حسين، كانت هي رسائل واضحة. يعني اليوم كان على الأولى كانت هي حقيقية يأتي ويقدم اعتذار رسمي. أقول لك أوقف هنا، أوقف 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 اوقف لي الستاوة شوية، وانت شوية وصير مثل شعلان الكريم، هم طلع الرئيس الراحل صدام حسين.
شفت اقول لك صدام حسين، شو يسمونه العراقي السابق النظام المقبور، شو تقدر تسمي لك يا عالي هاي عزيز علي. لكن انا حلوات هسه هاي زينه استاذ محمد، هسه هاي يقولون عليها زينه من عندهم من البعث. احنا عائله معروفه ضد النظام البعث تبع شنو مصلحه التقدم استاذ مهند في دراستنا، وشنو مصلحة التقدم انه يربكون المشهد السياسي وهم عندهم مرشح يريد يمشوه حتى يستلم رئاسة البرلمان؟ كانوا يعولون وكانوا هم يعولون في كثير من انه ممكن يرجع السيد الحلبوسي. يعني هذه ايه ما تتذكرها، انا طالع معاك اكثر من برنامج، كانوا يعولون انه المحكمة الاتحادية راح ترجع بقراراتها، يابا ما ترجع قرارات المحكمة الاتحادية، ما ترجع، ما يصير ترجع قرارات المحكمة الاتحادية. ايه يعني ولذلك رشحوا يعني شعلان الكريم بهذه الطريقة ويدرون به هو مرشح غير مقبول. طبعا هم يعرفون انه 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 هو مرشح يعني جدلي، يعني ظهرت الفيديوهات سيد الكريم، ظهرت فيديوهات السيد شعلان الكريم على على التواصل الاجتماعي، كان الاولى بهم ان يسحبوا، ومثل ما تفضل السيد النائب كان الاولى بهم ان يجيبون مرشح غير جدلي. يعني اليوم من جايبين مرشح يعني جايبين جدلي، وما اعرف شنو السبب. يعني انت تحمل يعني انت تحملهم مسؤوليه حتى ما يكون جدلي، انت تحملهم مسؤوليه يعني مسؤوليه هذا الفراغ اللي صار بالبرلمان، او ما صار فراغ، اكو رئيس بالبرلمان. طبعا هو اكو رئيس برلمان، لكن هم يتحملون المسؤوليه الكامله. اليوم البرلمان العراقي راح يمضي اربعه اشهر وماكو شو اسمه، ماكو رئيس برلمان. تمام، تقدم يتحملون مسؤوليه غياب الممثل عن المكون اللي هو الممثل بالرئاسات الثلاث خلال الفتره السابقه. رشحوا هذا الرجال يدرون بجدلي وقاعد يمارسون هاي القصة لإرباك المشهد السياسي، يعني لو ألعب لو خرب الملعب. لا شو أستاذ محمد، لا القصة الحقيقية أستاذ عقيل أخوي ومقرب إلي وكان موجود بالجلسة. القصة الحقيقية مو هيك، لك عالم يعني إذا تروح ما تطفر بالعصطر. زين، الاتفاق أنه كان على شعلان تقريبا ثلثين الإطار متفقين ويا الحلبوس على شعلان، دولة القانون وجهة أخرى كانوا متجهين باتجاه استاذ محمود المشهداني. انتهينا؟ زين. لما صار لغط وقالوا يصير بعد منافسه اخرى او تصويت اخر عليهم، صارت مشاكل، بعض النواب السنه من التقدم هو حاضرها، قاموا يعيطون يتلاقون ويا السيد المندلاوي، صار اخلال بالامن، صارت هوسه، حذرهم مرتين راح ارفع الجلسه، راح ارفع الجلسه، مو تمام استاذ عقيل؟ نعم. اخيرا وصلت مرحله انا موجود، النواب الاطار الشيعه حتى قسم من الاكراد من جماعه الاتحاد قالوا لا ارفع الجلسه، تمام لو لا استاذ عقيل؟ رفع الجلسه، وراها باثنين وراها بيومين نزلت الفيديوهات لو قبل الجلسه يا فيديوهات مال شعلان الكريم، لا مال شعلان الكريم نزلت قبل الجلسه بيوم. والله الاطار ما يخلي يطب البرلمان وانا مسؤول عن شعلان. لا 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 هسه راصدين، هسه شاهدنا منه قبل بيوم، قبل بيوم شاهدنا منه وبينه، قبل اليوم وياخذ 152 قبل اليوم اترك بعدين الاجابه الاستاذ عقيل، هو شاهد العيان لا فلان ولا علان. لو شعلان الكريم طالع مال هاي الفيديوهات مال 2006 هو من سرب هذول الفيديوهات؟ مثلنا السامرائي؟ ما ادري ايش مدري انت انت بالجو انت استقصائي والله تخوز والله ادري بيخوز الماء. يلا قول مثلنا السامرائي، قول شو شو قول قول لا شو قول سرب مثلنا السامرائي لا شوف لا لا تحك لا تحك لا تحك انت تدري يا سامرائي قول مثلنا السامرائي يعني تجي تقولني يعني قول فلان ما اقول فلان ما تقول بس انا اقول لك لا قول يا هو غيره يعطيني مجال منو غيره ايش حتى بس جواب مو يمشي اي فعلا ايه الناس سنه وكتل سنيه سربت الخبر لهذا انا اعطيك الدليل اقول لك بعد الجلسه سربوه حتى يسقطوه لا هو قبل الجلسه سربوه هاي انا متاكد منها هسه اخذ من وقتي وروح على ابن الحلال قبل الجلسه انتم الاطار تدرون بي وشايفين هاي الفيديوهات ويصوتون 152 دولة القانون قال لك لا 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 رايحين ورايحين احنا نسال هالسؤال نسال ناس انتخبوه والله اقول لك والله ورا الجلسه استاذ عقيل بيوم نزلوه هنا هسه انا متابع وموجود وراها صارت اللغط عليه انا هسه انت من الناس تشهد لي 90% من نواب الشيعة اصدقائي واخوتي يا اهل احكي يا وخابره يقول لي والله ما شفناه الا ثاني يوم من السربين
هسه ايش مدري يجوز سابر صلاح الدين بغداد خلاص سابر مدري خوش شنو سابر يعني يجوز سابر صلاح الدين بغداد يجوز مثلا سابر هواي اشتغلوا ونزلوه حتى يشلعون الرجال يجوز مثلا سابر ما ادري يعني حتى لا تقولون ولا النواب الشيعة هذا حتى بيناتكم هاي طلعت بيناتكم استاذ محمد انت مو تعطيني دقيقتين وتقطعها مقاطعات وباقي البرنامج انا صافي يعني يلا كمل الاطار بحظ بخت بمعبودي لا الاطار ولا الكرد ولا الشيعة سربوها السنة المنافسين له تمام نقطة راس سطر زين ماشي طيلي سؤالك خب اللي سربوها السنة واللي رفعوا دعوة على على الحلبوس السنة ولا السنة بعد ليش بالين الشيعة بلوا على من بال الشيعة لا 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 ما حد بالي انت اقول لك شبك اليوم هم انا حتى الشيعة هم يقولوا ليش بالين السنة عم الناس بريئين بلايتهم بيضة لا تأمين ولا حتى همهم ولا حتى جاي بالعكس شوف راح أقول لك شغلة وهم شاهدنا منه وبينا الآن بعض الجهات بالإطار بعض الجهات بالإطار ومن ضمنها دولة القانون يعني السيد المالكي كل التقدير والاحترام إلى الحاج أبو إسراء الآن مكلف بعض النواب أنه يكونون وساطات بين السنة هاي ما حد يحكيها بس من تصير شغلة مو زينة يقول على الإطار وحشوا الشيعة اليوم بعض الكتل الشيعية وأولهم دولة القانون داخلين المفاوضات وإذا شفت الصورة ويا من مفاوضات طيب مجال إذا شفت الصورة البارحة ويا من مجتمع لا ويا من مفاوضات مفاوضات بين القيادات السنية انه دي يحاولون هذا يريد هيك هذا يريد هيك دي يحاول يسوي مفاوضات بين يعني بداخلهم بين السنة اي نعم مو عيب هو يعتبر اب كبير وقائد ورئيس وزراء مرتين ما شاء الله ما شاء الله والله ذا باللقط للمالكي ليش هم وقف لكم سعران الكريم شنو شغله ليش شلون تنسون المالكي ما تروحون دقيقة لا شلون نسيتوا المالكي ما رحتوا له من ما راح له انتوا عبالكم الاطار والهاي التفاصيل اذا ما راضي المالكي اسال اخوي استاذ عقيل من ما راح له ومن يقدر عمر المالكي شلون عبرت مرشح شلون عبرت مرشح ورحت للبرلمان والمالكي ما راضي عنه زاح اليوم ايش بيه معلوماتك انتم هو وديتوا شلان الكريم هو كان خيارهم ادري اقول لك هو رجل قائد وعنده كتله كبيره زي الان خيارش على محمود المشهداني امضوا انتم مرشحكم تمام استاذ عقيل ولا امضوا انتم مرشحكم هو اللي وقفه بالبرلمان منه دوله القانون العصاد صح لا مو وقفه واحد حتى ما يتهم جزافهم ايه دوله القانون والعصائب بكل صراحه احكي لك اياها كانوا متوجهين مع حليفهم مثنى السامرائي اللي رشح محمود المشهداني زين صح ام ولا اي بس مو تغيرت الامور بعدين تغيرت بس هي بالمفاوضات طبعا اكو تحالفات اليوم هناك متحالفين اجي بالجلسه اختلف عليك ماكوش منطق دولة القانون وجماعة الشيخ قيس الخزعلي راحوا باتجاه استاذ محمود المشهداني الباقيين كلهم اجوا ويا تقدم ورشحوا المشعل الكريم اللي هي الحكمه قسم من بدر قسم من غيره حتى لو وصلتوا 152 لو وصلتوا 170 ما راح يمشي مرشحكم بوجود معارضه من ذني الكتل وهي ما مشى هو هذا حق كلامك دقيق والدليل وصل 152 ووقف يمكن شهر رايد له بعد تسعه مو؟ اي شهر رايد له بعد تسعه التسعه صعبان عليه ما صارت الجماعه من شافوا التسعه ما راح تجيهم قال لك خلينا نخل بيش بالجلسه زي. صار نص ساعه يمكن 12 بالليل مو استاذ عقيل؟ والله وقت متاخر 12 بالليل انا يمكن ساعه بالتسعة بالعشرة طلعت 12 بالليل هي هوسه ضجه وبالمناسبه الرحلات المكوكيه من مكتب المكتب هاي لا تحكيها ماراثون صار ذاك اليوم والرش اللي هيك بعد مكتب. اللي يريد يرشون ان شاء الله بحبهم وبقتهم لان هذا مستقبل بلد اجيال اطفال ايتام مستقبل ناس انت هذا اللي يجي حسب مباوع اليوم السيد المندلاوي ايش قال طلع قرار قال بعد اللي يحكي على البرلمان او على الرئاسه او على اعضاء البرلمان القانون يقيم عليه دعوه تمام صحيح فخلينا اليوم استر على حالنا رحم الله الوالديك فالبرلمان اذا اكو هيك حاله ما اكو لجنه انضباط ولجنه امن وابن المجلس نختلف بصف سعد عقيل فتلاوي عندنا واحد لا هم نصهم اصدقائي وهو اقرب الناس عادي عادي احكي براحتك احكي يعني شو تريد اقول؟ احكي براحتك اذا تقول عن البرلمان احكي عن البرلمان طلعوا هواي نواب وهواي عالم تمام وفعلا استاذ محمد اكو موظفين ترى داخل مجلس النواب وهاي خذها معلومه مني زين حاله للتحقيق واكو منهم دزت عليهم النزاهه واخذت افاداتهم زين استاذ عقيل انتم هسه الان بعد هاي التجربه يعني كاطار اثرت عليكم لو لا؟ وهسه بالجديد شلون راح تتعاملون وياها هسه الغيه الجلسه ما الغيه الجلسه راح يصير عندكم اتفاق لو ما يصير عندكم اتفاق بداخل الاطار طبعا احنا اخوي نتعرض لهزات ونصبر شو نسوي
زين. انه صراحه ما اخفيك انه السيد المالكي يرى ان الاطار هو يعني مساله اساسيه للحفاظ على الاطار. رغم انه بعض الامور تحدث من الاخوه، قضيه الانتخابات الاخيره والائتلافات اللي صارت يعني مجالس المحافظات، واللي سبقتها ايضا قضيه انتخاب رئيس مجلس البرلمان، مجلس النواب. زين. هذه القضايا وكلها، واحنا صراحه يعني نتحلى بالصبر، لانه احنا هم بالنتيجه اخوتنا ومركب واحد، فليس من الممكن ان يعني تخرب الامور كلها بالنسبه لنا لهذا السبب او ذاك. هذه قضايا بالنسبه لنا عابره. زين. اكو زعل يصير، نعم صحيح، يصير عتب، ولكن هي تمضي الامور على اعتبار انه احنا يعني مشروعنا واحد وسفينتنا واحده، وكذلك تحدينا واحد. زين. اليوم احنا امام تحدي كبير، وهو انه هذه الحكومه ولدت من هذا الرحم، وعلينا ان نكون مراقبين وداعمين للحكومه بنفس الوقت. زين. فلذلك كل الامور التي تحدث من هنا وهناك بما يتعلق بقضيه انتخاب رئيس البرلمان، بما يتعلق بقضايا انتخابات مجالس المحافظات والاصطفافات السياسيه وما حدث، واحنا اكثر المتضررين. احنا الان يعني انتم اكثر المتضررين. نعم، دوله القانون عندنا بس محافظه واحده. ايه. في حين هسه بعض الكتل اقل من عندنا عدد. عندنا ثلاث محافظات. صح. شلون صارت؟ يعني بعد احنا واحد من الامور اللي المتنا كثيرا واللي تأذينا بسببها، واللي وصلنا يعني الى مرحله من الان بالوقت الحاضر يعني شافوا فد محافظة جهدلية والأمة مقلوبة عليها والدنيا، وهذا قالوا يلا تعال اخذوها ديالة. هسه قاعد يقول لكم تعال اخذوها؟ اي تعال اخذ ديالة. واحنا ساكن وديالة همينة فد يعني مشكلة، ديالة مشكلة فد معضلة. اقول بالنسبة لنا احنا كدولة قانون وبالاخص راح تقبلون الديالة؟ يعني احنا مو قلت لك هاي واحد من الامور التي نسعى سعي حثيث لان نسير باتجاه الحفاظ على الاطار. زين. وهي ان نتحمل اخوتنا الاخرين، هم عرفوا انه احنا اكثر، شلون الاخ الكبير اللي يريد الحفاظ على هيبه عائلته واخوته، هم افتهموا هذا الاخوه الاخرين، ولذلك بالنتيجه اصبح عندنا الان اكثر من مظلوميه حدثت، وما قضيه رئيس مظلومين دوله القانون. نعم نعم نعم، مظلوم يعني مظلوميه واضحه صراحه. انتم مظلومين دوله القانون؟ نعم. يعني هسه تقيسها استاذ محمد. يعني احنا الان كتله دوله القانون شو محصله؟ 16 تسعة ب 11. احنا ما عندنا الان يعني المفروض ثلاث محافظات، واحده للفضيله المثنى. زين. واحنا بغداد المفروض بعد واحده لنا بالنقاط هاي بالاتفاقات. زين. الى الان واحده ما اجتنا. بس بغداد حلوه. اقول لا، بغداد هي مو اجتنا اعتباطا، بغداد احنا يعني بنقاط كلش عاليه. اي صح. يعني تخيل هم مو بالهينه طول بغداد، هم قسموا المحافظات على شكل نقاط، واحنا اختارينا. لو ما مختارين بغداد وفقا لنقاطنا ممكن ناخذ حتى اربع محافظات. يعني انتم شلون قسمتوا هاي المحافظات؟ هم يعني اللجان الفنيه عندهم قسموا على عدد المقاعد، وكل مقعد طول 2.5 يعني هيك حسبوا. من صاحب الحظوة الاكبر بالموضوع؟ لحد الان اللي ما عنده مقاعد هواي وخذ محافظات اكثر. الان اللي ماخذ شويه اكثر من استحقاقه. بدر لحد الان ماخذ ثلاث محافظات لحد هاللحظه. زين. فاذا ولادو الرابع حسبنا اي، فيعني بالنسبه لنا كدوله قانون الان احنا اكثر المتضررين بالاتفاقات السياسيه التي حصلت من انتخابات مجالس المحافظات. زين. سخاف يزعلون علي الاخو بدر يعني قضيه ايضا رئيس البرلمان وكثير من القضايا. تمام. بالنسبه لرئيس البرلمان ولا زلنا نتحمل من اخوتنا. زين. لان احنا الهدف الاساسي الذي نطمح اليه هو الحفاظ على لحمه الاطار التنسيقي. زين. بالنسبه لرئيس البرلمان، اذا عادت تتكرر من جديد، تروحون للمشهداني من جديد؟ هسه هذا فقط يعني لو اكو خيارات اخرى نقعد يعني ونسولف ويوجهنا يعني ككتله ونتفق. احنا دائما قراراتنا تاتي بالاتفاق. زين. بعض الاخوه قد يكون يستغرب من هذا الموضوع. يعني سيد المالكي اللي جنابك تفضلت وقلت حجر الزاويه واشاده مشكورا من مو هذا مو اشاده انا ماشي يعني انا قاعد اقول هذا الرجال هذا هيك يقولون علي يعني انا ما ادري ايش دران. سيد المالكي يتحمل منا احنا كنواب في طرح وجهات نظرنا اكثر مما يتحمل اي واحد اخر. احنا بيناتنا واحد ما يتحمل الثاني بقد ما يتحمل من عندنا. وما طلع فد يوم قرار يملى علينا إملاء إلا بعد الاتفاق. حتى بعض القضايا التي تتعلق
بمنظومة العمل والاتفاقات السياسية اللي تحدث بالإطار التنسيقي يجتمع بينا يقول يا بشوفوا لي شنو رأيكم. زين هسه يعني أضرب لك مثال بسيط. قضية قانون الانتخابات والرجوع للدوائر من البقاء المحافظة دائرة واحدة، احنا مجتمعين قبل ثلاثة أربعة أيام أو خمسة مجتمعين، شكل لجنة حتى تعطي وجهة نظرة حتى يطرحها بالإطار، ماكو إملاء حقيقي بقدر ما هو اتفاق داخل الكتلة، وطبعا الرأي الراجح هو للسيد المعني. تمام، أنتوا الآن اتفقتوا على أنه تخلون البرلمان هكذا تديره شخصية شيعية، وهاي الشخصية الشيعية بإمكانكم أن 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 تأثرون عليها والرجال يشتغل كشيعي لحد ما تنتهي الدورة وتنتهي الموضوع. أكو هيك شيء موت؟ لا أبدا. أكو هيك رأي؟ كان قلت لك بس والله ماكو هيك. ماكو هيك شيء. إحنا بالعكس ساعين سعي حثيث، وأكثر الآن إحنا مصرين على انتخاب رئيس مجلس نواب أكثر حتى من الأخوة السبت، يعني بكلامنا وبحديثنا وبتفاصيل عملنا. واحنا نسال هاخو يا بشر اليوم انا لقيت الاخوه هاخو يا بشر شنو اخباركم؟ زين قعدتوا؟ واحد يقول لي ان شاء الله اسبوع تنحل واحد. احنا اليوم يعني قلت لك احنا نفكر بماذا؟ منظومه الدوله العراقيه. الدوله العراقيه عباره عن حكومه وبرلمان وسلطه قضائيه. بس هسه قلتوا تشتغلون، انتوا استجوبتوا نبيل جاسي يعني سويت لكم كم جلسة قبل حتى ما شفنا واحد استجوبوه. كان أمانة الله السيد الحلبوسي ما مانعنا من الاستجواب. لعد من منعكم؟ ولا واحد مانع، وإنما هي يعني الفترة الزمنية اللي احتاجت. زين. عملية استجواب نبيل جاسم سابقة من زمان قدمت، يعني من زمن السيد الحلبوسي تمت الموافقة على استجواب نبيل جاسم. أها يعني هذا هذا ما له علاقة بالحلبوسي. بقيت الأسئلة عند نبيل جاسم 3 أشهر، 100 يوم هم مو 3 أشهر. زين 100 يوم وجانا جاية قال بعدني ما مكمل، وطلب ايضا تاجيل واجلنا له. زين يعني من وهسه انتوا راح تقيلونه لو راح تسوونه؟ اي طبعا نقيل ان شاء الله. اكو اتفاق على اقالته ولا لا؟ اي طبعا طبعا هناك اتفاق على اقالته، لانه هو المفروض يوقع 50 واحد، السيد المستجوب يمكن سواها 150 اسم، ما ادري 120 اسم. اكو جلسه محدده للاقاله؟ اكو بالفضاء، يعني مو الاتفاق كتل، بالفضاء العام انه عمليه اقاله السيد رئيس شبكه الاعلام. هذا الامر وارد لاسباب كثيره. زين. تتعلق بمواضيع الاستجواب وايضا تتعلق بخلفيات ما ادى نبيل جاسم. يعني نبيل جاسم كان ميال لكثير من الامور حتى عندما كان مقدم برامج للتاجيج ولكثير من الامور، بالاضافه لذلك هو ايضا يعني مؤشرين عليه انه هان رتبه عسكريه، وهذه القضيه ايضا مختزنه في قلوب النواب، اضافه الى اجوبته الغير مقنعه بداخل البرلمان. فبالنتيجه هذه كلها. زين اكو جلسه محدده؟ يعني اكو جلسه محدده لو بعدين؟ هذه ممكن كان من ممكن اليوم. يعني انا جاني السيد المستجوب السيد رائد المالكي قال اقول لك شنو رايك نسويها اليوم؟ وهذا قلت له يعني ما اعتقد، شوف الاجواء مو ملائمه، لان ماكو نواب هواي وكذا وهاي، واحنا بدنا يعني الامر ياخذ صدى ووضع بسرعه، يعني مو حتى الوزراء هسه عندهم وزراء راح يستجوبون. تمام استاذ مهند، منو الاقرب الان؟ يعني بهذا الوضع منو اللي اقرب لرئاسه البرلمان؟ لو هسه ما نقدر نحدد واحد. محمد من فضل استاذ مهند يعني تسمح لي شوي عندي التزام ايضا. انا اتشرف فيك. عفوا مرخصتكم شيخ. خلاص خلاص اعتقد انا بعد ما يلوح نسرى لان هي لا لا الله يديمكم. شكرا جزيلا. حياك الله. وشكرا للمشاهدين. شرفتني. الله يحفظكم. كل الهلا بيك. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. حياك الله. كل الهلا بيك. شكرا جزيلا. مرحبا. استاذ مهند شنو اللي ممكن يصير الاقرب يعني الان؟ ايهما الاقرب؟ يعني تمشي هاي القصه انه نواب اثنين لو يرجع الموضوع لو شنو بالضبط؟ لا، من الواضح ان الكل ينتظر قرار المحكمه الاتحاديه. زين. ولا ماضين ولا اقل بشكل يعني رايحين باتجاه انه يعني يعقدون جلسه قبل قرار المحكمه الاتحاديه، مستحيل. لا اكيد لا. والسيناريوهات سيناريوهات اثنين حتى اقول لك اياها. السيناريو الاول إذا ما أبطلت إذا ما المحكمة الاتحادية قالت الجلسة لا يوجد فيها مشكلة قانونية وجلستها حقيقية لا يوجد فيها أي إشكال، سيمضي سالم العيساوي باتجاه رئيس البرلمان بالطرف فقط. وإذا ما ألغيت الجلسة
ألغت المحكمة الاتحادية الجلسة، وهذا القرار متروك للمحكمة الاتحادية، هي صاحبة الشأن وهي صاحبة القرار النهائي. إذا ما ألغيت الجلسة لن يمضي رئيس برلمان على ما يريدوه الأخوة في تقدم. نعم ممكن يجي رئيس برلمان من تقدم، لكن سيكون بموافقة وبصمة الإطار التنسيقي. هم حطوا نفسهم بهذا المأزق وجابوا هذا نفسهم هذا المشكلة، حصلوا نفسهم بهاي الزاوية قبل ما غادر، بعد غادر الأستاذ السيد النائب عقيل الفتلاوي، قال كان المفروض والأولى عليهم أن يأتوا بشخصيات غير جدلية وغير عليها لغط. شكو بعد اذا هم يعني اذا تقدم استاذ مهند، اذا تقدم لا تقدم حققوا شيء مو عاجب هذا الموضوع. بس اذا تسمح لي، اولا يعني رئيس كتلتهم كان في وضع يعني مطلعينه برئاسه البرلمان واكو مشكله قويه جدا وكذا ما اعرف ايش، وراحوا جابوا 102 اقنعوا 152 نائب على التصويت لمرشحهم، وهذا مو شيء سهل يعني من كافه الكتل. لا طبعا مو سهل. فشلون سمي مأزق انت؟ استاذ محمد بس خليني اكمل الفكره. السيد شعلان الكريم كل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم، انا شفت الفيديوهات قبل يوم من الجلسه، وانا الفيديو اللي ظهر بال فوق القبر مال صدام يقرا الفاتحه انا شفتها بالجروبات موجود بيوم قبل الجلسة. شيخ ابراهيم كبران قايم ينسى، وشفت فيديوهات قبل بيومين وثلاث ايام اللي كانوا يتكلمون عن المنصات والرمي وقت كله شفتها. يجوز روجوا له لا قبل الجلسة ظهر هذا الفيديو قبل الجلسة. اما احنا اليوم ليش الاطار التنسيقي ما رفضوا من البداية؟ هاي باقية يم الاطار التنسيقي، ليش غضوا الطرف؟ ليش هاي اوكي يا ابو احنا ما نتكلم بلسانها. أما أرجع وأقول له إذا ما ألغيت الجلسة، جلسة رئيس مجلس النواب، سيكون مرشح توافقي قد يكون من تقدم وقد يكون من السيادة وقد يكون من خارج نطاق هاي الثلاث كتل، شخصية ما محسوبة على أحد، تحظى بإجماع وطني. المهم انه يرضى عليه. شلون يصير من خارج؟ شلون يصير داخل مجلس؟ لا شلون يصير من خارج هذه الكتل؟ نعم شلون يصير من خارج هذه الكتل؟ يعني منين يجي؟ يعني اكو كتله، يعني اكو شخصيات، نعم يجوز هي ممكن هي ويا تقدم، ولكن ما محسوبه بشكل كبير على تقدم. يعني بالتالي هو من تقدم، يعني شخصية تكون توافقية ما عندها جدلية، ما عنده مشكلة لا ويا السيادة، ما عنده مشكلة ويا عزم، ما عنده مشكلة ويا حاسم، ممكن تمضي. ومنو هذا ما عنده مشكلة؟ شو المشاكل صار رئيسه؟ إذا ذهبت الجلسة إلى إلغاء فسالم العيد يساوي هو الأقرب لرئيس مجلس النواب. تمام شيخ إبراهيم، شنو تعليقك؟ شو تصور؟ يعني ما اريد اضيف اكثر ما ضافوا عليه الضيوف الكرام، لكن تقدم عندهم مرشحين اثنين الصور غير جدليين اللي قلت عليهم الشيوخ، واحد من بغداد واحد من جنوب بغداد، زين، وذول اثنيناتهم شيوخ ومحترمين اضافه للاثنين المتفقين عليهم داخل الكتل السنيه. لكن اذا فرضت على يعني مو فرضت، اذا قالوا ما يخالف او التقدم، فاعتقد ذول اثنيناتهم حتى عشائرهم اثنيناتهم نص سنه ونص شيعه. بس اسمح لي، إضافة إلى الكاريزما اللي عندهم، هم شيوخ أهل مضايف، وبعدين ما يقبلون يكونون تابعين. هسه أنا مو بالضرورة اليوم أنتمي إلى حزب سين ولازم أكون يعني تابع لرئيس الحزب، بالتأكيد هو كنائب من ضمن تقدم يختلف كنائب بتقدم صار رئيس البرلمان، أكيد راح يخرج من قوقعة الحزب. بس هاي العقدة بعد موجودة، إنه ما أريد واحد تابع للحلبوسي ويأتمر بأمر الحلبوسي يكون ظل الحلبوسي بعدي، يعني نوعا ما اكو تخوف من هذا الموضوع عند الاطار وعند القوى السنيه. يعني ما نريد واحد يجي تابع للحلبوسي ويؤتمر بامر الحلبوسي، لانه بفلان محافظه اجى محافظ صار بامر الحلبوسي، وهسه يجي بالبرلمان واحد يصير هم بامر الحلبوسي. هاي كمل
هاي الامور وهاي الشغلات اريد نعبرها، اريد نروح لمرحله بناء. قل لي ليش؟ لان اليوم احنا عندنا رئيس وزراء، اليوم عندنا رئيس وزراء، يعني كل اللي نشوفه هو والحكومه جاد بالعمل، جاد نشوف الاعمار ونشوف بدت تطلع الجسور، بدت تصير الصبات، بدت تصير الطرق، بدت تصعد المجمعات السكنيه، بدت البنى التحتيه، بدا الاكساء، بدت اكو اعمال دي يقوم بها دوله رئيس الوزراء والفريق اللي وياه المحترم. بالتالي اكو بعض الاصوات اذا تلاحظ استاذ محمد دا تحاول توقف حجر عثره بطريق الحكومه، هذول احنا راح نصير ضدهم. منين دول؟ منين؟ من كل الجهات المتضرره من قوه محمد الشاعر السوداني في محاربة الفساد والفاسدين. واحد. اثنين، الخطوة اللي باقين اللي احنا دريد نركض ويا نجيب واحد رئيس برلمان حتى يكمل الكفة مع رئيس الوزراء، لان رئيس الوزراء ده ينتظر تنتهي موضوع كركوك وموضوع دياله حتى يجتمع من المحافظين ورؤساء المجالس ده يطيهم المنهاج الحكومي اللي يمشون عليه. هسه ماشي امور رئيس الوزراء ما عنده مشكلة بالتشريع. لا، هنا لازم ايده اليمنى وين تصير؟ بالبرلمان. راح عنده تشريعات عنده قوانين يريد لها تصويت. هنا بنفس رئيس الوزراء، نفس السيد المالكي، نفسهم النواب يقولون احنا متألمين لانه اكو اتفاقات سياسيه وين ريتكم ككتل سنيه ترشحوننا واحد او اثنين غير جدليين. اذا يعني قالوا على تقدم يعني ما يوقف حجر عثره بطريق رئيس الوزراء. اذا قالوا على تقدم فاكو اثنين انا بعدين اقول لك اياهم يعني محترمين الى ابعد حد وما عليهم اي مشاكل ولا عليهم اعتراض. واذا قالوا لا انتوا كسنه اختاروا فاكو بالجهه الثانيه بين السيد خميس الخنجر، بين مثنى السامرائي، بين باقي القيادات اكو اسمين ايضا تناقشوا بها وتقريبا هم من اربعه صفوا اثنين فخيارين. شكرا استاذ ابراهيم الدليمي السياسي المستقل، شكرا للاستاذ مهند الراوي الباحث في الشان السياسي من سكايب، شكرا ايضا للنائب عقيل الفتلاوي المتحدث باسم دوله القانون. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.